80 درجة مسرحية كوميديا سوداء على مسرح بابل، بلشت ب 19 الشهر ومكملة ل 3 أدار. معنا بستوديو راندا طه، أهلا وسهلا فيكي. تخبرينا أكثر عن هالمسرحية يلي يعني جامعة أكثر من موضوع بموضوع واحد، ولكن عايشين تحت سقف واحد. نعم. كمان، ولكن كمان جامعة أكثر من ممثل بخبرات مختلفة. صحيح. مسرحية 80 درجة، اسمي رائدة طه مش رندا، سوري. مسرحية 80 درجة هي كتابة عليا رندا الخالدي، إخراج عليا الخالدي، تمثيل لينا أبيض، فائق حميسي، نزهة حرب وعلي منيمني. هي مسرحية اجتماعية الحقيقة، بتتضمن كوميديا سوداء، لأنه القصة هي يعني تتحمل أنه تكون فيها كوميديا سوداء. رجل متقاعد من الجيش اللي هو فائق حميسي، اسمه أحمد، عايش مع زوجته وعايش مع أخته. المسرحية هي عبارة عن ثلاث، يعني بتدور حوالين ثلاث اعترافات، ثلاث قصص من كل حدا، كيف من كل واحد منهم كيف بجابه الحياة، كيف عايش الحياة طبيعية بأسوتها وبحلاوتها وبكل ما تتضمن من 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 مشاكل وأشياء. مثلا العميد عنده اعتراف كيف هو لما تقاعد من الجيش تعامل الناس تغير معه. أخته للعميد كان عندها قصة كمان، أنه هي ما تزوجت لأنه كانت من عمرها 15 سنة بتحب واحد وراح على أمريكا وما رجع، فكانت تخيط فساتين على مدة 40 سنة واعترفت بهالشي. واعتراف الزوجة اللي هي محرومة عاطفياً وجنسياً لأنه العميد تقاعد، واعترافه أنه هو حب عليها يعني الجارة في وقت من الأوقات وهي كتير انجرحت. عم يعترفوا لمين؟ عم يعترفوا لنفسهم، قدام بعض، مع بعض، لأنه هن عايشين مع بعض قصص كتير ومكتفين بحياتهم مع بعض، بعاد عن العالم، بيفصلهم بس 80 درجة. فحياتهم مثل حياة أي عائلة، تتضمن كل شيء، طالعة نازلة يعني، بس قبلانين بعض بكل مشاكلهم. بعض الأوقات بحبوا بعض، بعض الأوقات بيتخانقوا كتير، بعض الأوقات بيتعاطفوا مع بعض، فبتعيشي يومياتهم من خلال هاي القصة، ولكن الرابط بيبقى موجود. صح. شو يعني المسج اللي لازم يوصل من هالمسرحية؟ الحقيقة هي عن حياة ثلاثة كبار بالعمر، ثلاث أشخاص كبار بالعمر، قصصهم كتير بتتشابه مع أي قصص ناس عاديين. نعم. بالمجتمع، ولكن محطوطة القصة بقالب يعني كوميدي أسود مضحك، ولكن حقيقي يعني، وفي عمق بالشخصيات. عم نشوف صور من المسرحية. صحيح. صور فوتوغرافية. عم نشوف كمان الديكور يلي فيه كل العناصر المطلوبة، ولكن ببساطة. سينوغرافي جدا بسيط وبيوصل الرسالة كما يجب. هون الممثلة لينا أبيض، وهي مخرجة معروفة طبعا، قامت بدور فايزة، وأنا اسمي لميا بهاي المسرحية. فائق حميسي اسمه أحمد، العميد أحمد المتقاعد. على مسرح بابل فإذن كل يوم 8:30 لغاية 3 أدار، ما عدا. نعم. يوم الاثنين هالمسرحية عم. صحيح. تلعب. كيف كان الافتتاح؟ صحيح. افتتاح كان رائع جدا، ناجح، القبول كان يعني كتير حلو، توتر عالي جدا طبعا من قبلنا، لأنه ما في ريسيبي للمسرح، ما بتعرف إمتى بينجح وإمتى لا، بس كان كتير الافتتاحية كانت جدا ناجحة، وإحنا كتير كنا سعيدين بقبول الناس للمسرحية. المسرحية اللي بيعطي يعني صورة عن الحياة مثل ما هي، مقبول أكتر من الناس، أو أكتر يلي بيعطي حلم معين، أحلام وردية مقبول يعني أكتر؟ هو المسرح مزاج طبعا يعني، وفي عدة مدارس يعني، فبيعتمد على الشخص هو شو بحب.
في مسرح الجاد، المسرح الهزلي، المسرح يعني بيعتمد الشخص شو 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 بحب وشو بنقي. بس احنا مسرحيتنا من النوع الكوميدي الخفيف اللي بيغطي عدة رسائل، اللي بيغطي عدة قصص اللي بتقدر الناس تتفاعل معها، تعيش معها وكأنه عايشة فعلا على الخشبة مع هدول الناس. إذن على مسرح بابل كل يوم 8:30، مسرحية 80 درجة. نعم. لغاية 3 الشهر ما عدا يوم الاثنين. أهلا وسهلا فيك. شكرا رائدة. شكرا. هلا وقفة ونرجع نتابع.